لو حابين تعرفوا ازاي تعملوا ديكور في بيتكم يبقى شكله اكنه مهندس ديكور هو اللي عامله، النهارده هشير معاكم 5 قواعد في الديزاين، خليكم معايا للاخر. What's up friends، ان شاء الله تكونوا بالف خير يا رب. لو دي اول مره ليكم هنا على الشانل، انا لارا واهلا بيكم معانا. النهارده هنبتدي سيريز فيديوهين بتتكلم على الديكور او الانتيرير ديزاين. فيديو النهارده هنتكلم فيه على 5 قواعد للديزاين بتاع العفش والاكسسوارز وكل الحاجات دي، والفيديو بتاع الاسبوع الجاي هنتكلم على الالوان، ازاي ننسق الالوان، ازاي نختار الوان للاوضه، ازاي نختار الوان للحيطه وكل الكلام ده. في كتير منكم كانوا طلبوا مني قبل كده اني ادي لهم افكار عندي انا في البيت على الديكور بتاع البيت وكده، فانا قلت بدل ما مجرد اديكوا افكار من عندي انا في البيت، اقول لكم ايه القواعد اساسا بتاعه الديزاين اللي ممكن اي حد يطبقها عنده في بيته. يلا نبتدي باول قاعده. اول غلطة كبيرة ناس كتير بتعملها هو في العفش نفسه. لما بنيجي عايزين نشتري عفش، يا اما في بيت جديد او لما نيجي نغير عفش او كده، بنقوم نازلين المحلات نروح نعمل شوبينج للعفش، يعني مجرد انه نقعد عليه نشوف شكله عجبنا، اوكي مريح بتاع، ماشي يلا نشتري العفش ده. يجي يوصل العفش ده عندنا البيت بعدين ونحس انه واو كبير جدا على الأوضة بتاعتنا. فمهم جدا انه نقيس الأوضة بتاعتنا قبل ما ننزل نشتري عفش. مش شرط اكون مهندسة ديكور عشان اعرف اخد المقاسات بتاعت الأوضة، موضوع سهل خالص. هاتوا ورقة ارسموا تقريبا الأوضة بتاعتكم شكلها ايه، لو في اي شباك، لو في باب، لو في اي حاجة كده، وخدوا المقاسات اللي هي بتاعت الحيطة، من الحيطة للحيطة او من الحيطة للشباك او من الحيطة للباب، واكتبوهم كلهم على الورقة دي، وخدوا البلان ده معاكو في المحلات اللي بتروحوا تعملوا فيها شوبينج، وخدوا كمان معاكو المتر ده اللي هو الميجرينج تيب، علشان لما تروحوا المحل كمان تقدروا تقيسوا العفش. فانا ابص على البلان بتاعي وابص على الكنبة اللي عجباني مثلا، واخد القياس بتاع الكنبة واشوف هل دي هتمشي عندي في الأوضة بتاعتي ولا مش هتمشي. الموضوع ده مهم جدا لانه لما بندخل عفش كبير قوي على حجم الأوضة، اللي بيعمله انه بيصغر الأوضة، بيخليها كلاستروفوبيك كده. في ناس بتفتكر انه لون الحيطة هو اللي بيضيق الأوضة او بيوسعها، الموضوع ده مش مظبوط، بس هنتكلم فيه الاسبوع الجاي. اللي بيخلي الأوضة شكلها ضيق هو انه العفش اللي محطوط فيها كبير قوي، ما هواش تسكيل مع حجم الأوضة نفسها. وفي نفس الوقت لو جبنا عفش وطلع صغير قوي على شكل الأوضة، الأوضة هيبقى شكلها في حاجة غلط، يعني اكنه شكلها فاضية، اكنه ما فيهاش عفش او كده، فبرضه هيبقى شكلها مش حلو. فمهم جدا جدا انه قبل ما نشتري اي حاجة للأوضة بتاعتنا، للبيت بتاعنا، انه ناخد المقاسات. تاني حاجة بتخلي اي أوضة شكلها واو هو اللي بنسميه الفوكل بوينت. الفوكل بوينت دي عبارة عن حاجة بتشد الانتباه اول ما بندخل الأوضة. الفوكل بوينت دي ممكن تبقى حاجة من اتنين، ممكن تبقى حاجة طبيعية في الاركيتكتشر بتاع الأوضة نفسها، انه مثلا يكون في شباك كبير وراه فيو حلوة، انه مثلا يبقى في فاير بليس كده اللي هي الدفاية دي اللي بتبقى في الحيطة، او يكون السقف نفسه فيه مثلا شغل او حاجة، او بيم خشب كده او فريم او اي حاجة كده. لو الأوضة بتاعتنا ما فيهاش ولا حاجة من دي، احنا اللي بنخلق الفوكل بوينت دي. بنعملها بايه؟ ممكن نعملها برفوف مثلا اللي هو البيلتن شيلفز، ممكن نعملها بالاكسنت وال اللي هو تبقى فيه حيطه كده بلون مختلف او بتكستشر مختلف او اي حاجه كده، ممكن نعملها بصوره تابلو حلو كبير على الحيطه بيشد الانتباه اول ما بندخل، ممكن نعملها كمان بعفش انه يبقى مثلا فيه كنبه او كرسي يبقى لونه كده فاقع بيشد الانتباه، عليه ديزاين حلو، عليه باترن حلو. فالمهم انه لازم يبقى فيه في اي اوضة فوكل بوينت. متى ما اخترنا الفوكل بوينت بتاعتنا، ساعتها اللي بنقدر نحط بقى العفش بطريقة اللي بيها الفوكل بوينت دي هي اللي تبقى السنتر بتاع الديزاين بتاعنا.
تالت حاجة هي الستاير. الستاير دي برضو واحدة من أكبر الغلطات اللي ناس كتير جدا بتعملها، ما بتبقاش عارفة تعلق الستارة فين. الستارة ما ينفعش تتعلق على الشباك على طول، أوكي، على الفريم بتاع الشباك. دي بتخلي الأوضة شكلها قصيرة كده، شكلها فيها حاجة غلط. علشان الأوضة تبقى شكلها شيك وتبقى شكل السقف طويل وكل ده، الستاير بتتعلق قرب تقريبا السقف. بنعلق العصاية دي اللي هي الكيرتن رود 2 انش من السقف، ونختار ستارة تكون طويلة انها انها توصل لحد الارض، تبقى يدوب ملمسة الارض، مش مدلدلة في الارض، ومش يعني قزعة كده طالعة فوق الارض، لا، هي المفروض تبقى لمسة الارض. اللوك ده بيدي شياكة لمنظر الأوضة، وفي نفس الوقت بيخلي الأوضة تبقى شكلها كأنها أكبر، لأنه بتخلي كأنه السقف شكله أعلى. أما بالنسبة لعرض الستاير، برضو غلطة تانية بتتعمل إنه بنجيب الستارة ونحطها يدوب على قد الشباك. الكيرتن رود اللي هو العصاية دي اللي بنعلق عليها الستارة، لازم تكون طالعة برة الفريم بتاع الشباك من 3 ل6 انش من الناحيتين. الموضوع ده بيعمل ايه؟ بيعمل انه لما اجي افتح الستارة ما تبقاش الستارة سد الشباك، لان انا هدفي انه الشباك يبقى مفتوح كده وكبير، يبقى فيه نور as much as possible، نور داخلي من برا من الشباك، ما يبقاش في حاجة عاملاه blocked، ما تبقاش في حاجة جاية قدامه. فعشان كده بنخلي 3 ل6 انش من الناحية دي، 3 ل6 انش من الناحية دي، عشان لما نفتح الستاير يبقى الشباك بتاعنا كله باين، ما يبقاش متغطي. حاجة تانية مهمة بالنسبة لعرض الستاير، الستارة لما تتقفل مش المفروض تكون يعني شكلها مشدودة كده، اوكي، لازم نكون شايفين الكسرات اللي فيها. فلازم نجيب ستاير تكون عريضة enough انه لما اقفلها يبقى فيها الكسرات دي، الويفز دي، ما تبقاش شكلها انها مشدودة خالص. رابع حاجة هي الصور، التابلوهات، المرايات، اي حاجة بنعلقها على الحيطة. واحدة من اكبر الغلطات اللي برضو ناس كتير بتعملها انه بتعلق الصور دي عالية قوي او واطية قوي. الصور اللي بتتحط على الحيطة، وذر بقى هي صورة او مراية او تابلو او اي حاجة، اي حاجة بتتعلق على الحيطة، المفروض النص بتاعها، السنتر بتاع الصورة دي، يبقى على مستوى نظرنا. طبعا في ناس يعني قد كده وفي ناس طويلة كده، فمستوى النظر بيختلف. فالقاعدة ان هم بياخدوا المتوسط بتاعهم اللي هو 57 انش تحديدا، او اللي هو 145 سنتي. فانا المراية بتاعتي او الصورة او اي حاجة هعلقها على الحيطة لازم يكون المسافة من النص بتاعها، من السنتر بتاع الصورة دي لحد الارض، يكون 57 انش. لو انتوا حاطين كذا صورة على الحيطة مثلا، عاملين جاليري وال او حاجة كده، يبقى باخد السنتر، النص بتاع الجروب بتاع الصور ده لحد الارض، هو ده اللي المفروض يبقى 57 انش. الحاجة التانية المهمة هي حجم الصورة او الصور نفسهم اللي بيتحطوا مثلا فوق كنبة او فوق سرير او اي حاجة كده، لازم يبقى الحجم بتاعهم واخد حوالي 1/3 المساحة بتاعت الكنبة او السرير او اي حاجة هم محطوطين فوقيها. واخر حاجة هي الاكسسوارات او الديكوراتيف بيسز، يعني ممكن تبقى المخدات، ممكن تبقى بيبلوهات، فازات، اي حاجة كده. في قاعدة بتقول انه لما الحاجة بتتحط برقم مفرد، يعني الـ odd numbers اللي هو 3 5 7 او كده، بتبقى الكومبوزيشن بتاعتها احلى للعين، بتبقى العين بتشوفها احلى من انه لو نحط حاجة مثلا 2 او 4 او 6 مع بعض. الماجيك نمبر او يعني الرقم السحري، يعني اللي هو احلى حاجة بتبقى للعين، هو 3، لما حاجة بتتحط 3 مع بعض. الحاجة التانية المهمة اللي لازم نكيب ان مايند انه الحاجة ما تبقاش على نفس الطول، يعني ما حطش مثلا 3 فازات نفس الطول، 3 بيبلوهات نفس الطول، كل ده لازم العب بالاطوال بتاعتهم، تبقى حاجة طويلة شوية، حاجة في النص، حاجة قصيرة. بس المهم كمان انه ما يبقاش فرق الطول كبير قوي، انه ما يبقاش حتى حاجة طويلة قوي كده وحاجة قصنطوطة جنبها، هيبقى شكلها weird.
فبنستعمل مثلا رايزرز او اي حاجة كده، انه حاجة مثلا نحطها تحتيها عشان ترفع البيس اللي احنا شارينه ده اللي عايزين نحطه، علشان نوصلها شوية تبقى قريبة من الطول بتاع الحاجة اللي محطوطة جنبها. وحاجة تانية كمان بتخلي المنظر احلى، انه ما يبقاش كل الحاجات اللي احنا حاطينها جنب بعض دي نفس الماتيريال، نفس التكستشر، نفس كل ده. حاولوا انه تغيروا، تبقى مثلا حاجة بتلمع، حاجة ما بتلمعش، حاجة فيها فروة، حاجة you know what I mean. ما يبقاش كلها نفس التكستشر، لازم يكون في اختلاف في التكستشر عشان تبقى شكلها اشيك والذ. فدي كانت الخمس قواعد ديزاين البيسك خالص اللي حبيت ان انا اعملهم شير معاكم النهاردة. طبعا اكيد دول مش كل القواعد بتاع الديزاين، بس ده اللي هو البيسك خالص اللي المفروض اي حد يعرفه ويطبقه عنده في البيت عشان تبقى الاوضة بتاعته شكلها منسقة زيادة وشكلها شيك كده وكأنها معمولة يعني ديزاين من مهندس ديكور. زي ما قلت لكم الاسبوع الجاي هنكمل بالجزء الثاني اللي بيتكلم على الالوان، ازاي ننسق الالوان في الاوضه بتاعتنا، ازاي نختار لون الحيطه وكل الحاجات دي. فلو انتوا اول مره بتشوفوني ميك شور انه تعملوا سبسكرايب للشانل وتدوسوا على الجرس وتختاروا الكل عشان تعرفوا لما انزل فيديو جديد. اي هوب يكون فيديو النهارده عجبكم واستفدتوا منه. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا له لايك، ولو استفدتوا منه اعملوه شير مع حبايبكم واصحابكم هم كمان يستفادوا منه. شكرا جدا لمشاهدتكم النهارده، هشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. باي باي.